يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول امرأة، تقول كان علي قضاء يوم من رمضان ولكني أفطرته لحاجة زوجي فماذا علي؟ يقول تقول المرأة كان علي قضاء يوم من رمضان ولكني أفطرته لحاجة زوجي. لا بأس، القضاء موسع إلى أن يأتي رمضان الآخر، وكانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فتؤخره إلى آخر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.